رؤى التنمية تتضح يوم بعد يوم، والكويت تواصل مضيها في هذا المسار لتقديم نموذج متفرد في النهضة والبناء. تسعى الكويت جاهدة لإنتاج أفضل الممارسات الدولية في مجال صناعة الطيران المدني باعتباره أحد أهم القطاعات التي ستسهم في تحقيق أهداف التنموية الاقتصادية في رؤية كويت 2035. كاميرا كويت جديدة ستقف اليوم عند مشروع مركز المحاكاة لنظام برج المراقبة ثلاثي الأبعاد في مطار الكويت الدولي. بداية أستاذ عادل، ممكن تعطينا نبذة عن المشروع؟ المشروع طبعا بدأ بفكرة احتياج الإدارة العامة للطيران المدني لإيجاد جهاز تدريب تشبيهي لتدريب المراقبين الجويين، كون أن المراقبين الجويين يحتاجون لدورات تنشيطية سنوية لتجديد لياسنهم، كذلك لرفع مستوى اللي يحتاجون لرفع مستوى في حال وجود أي حاجة للشيء هذا. وتم جمع المعلومات المطلوبة من عن طريق شركة استشارية حطت المميزات المطلوبة والمتطلبات للجهاز التدريب التشبيهي هذا وقعدوا معانا. بعد ذلك تم طرح المشروع كمناقصة عالمية وتقدمت لهذه المناقصة عدة شركات، ورست المناقصة على شركة أسبانية عالمية معروفة في مجال الملاحة الجوية بالعالم كله. هل واجهتكم معوقات أو مشاكل خلال تنفيذ المشروع؟ بعضها يعني كانت أمور بالمبنى نفسه، كان يعني هل يستوعب الجهاز التدريب التشبيهي أم لا، ولكن لله الحمد تجاوزنا هذا الشيء وأصبح التعديل على المشروع على المبنى هو الإضافة إلى جعل المشروع نفسه مشروع الجهاز التدريب التشبيهي اللي احنا فيه حاليا مشروع مميز. الإجراءات، شلون تمت عملية الإجراءات واستلام المشروع؟ طبعا بعد ما أرسل المشروع على الشركة الأسبانية العالمية وبدأوا بتنفيذ المشروع، للأمانة تم تنفيذه بفترة قياسية، وبعد ما شغلوه قمنا احنا تقدمنا بطلب رسمي إلى إدارة سلامة الطيران لترخيص هذا الجهاز التدريب التشبيهي، لأن عشان احنا ندرب المراقبين الجويين لابد أن يكون عندنا نظام معترف فيه من قبل سلطة الطيران المدني. فالأخوة ما قصروا بإدارة سلامة الطيران، يو شافوا المكان سواء كان كنظام تدريب تشبيهي، إمكانيات النظام الفنية، جودة العرض المعلومة على الشاشات، كذلك المبنى نفسه، نظام التكييف، نظام إطفاء الحريق، السيرفرات الموجودة، تشغيل كل شيء له علاقة بتدريب المراقب الجوي تم فحصه، وهل هو على مستوى أنظمة السلامة الكويتية أم لا. وبالفعل لله الحمد تم إصدار شهادة الاعتراف بجهاز التدريب التشبيهي اللي احنا موجودين داخله. أحد الأجزاء المهمة في أي نظام تشبيهي أو في أي جهاز تشبيهي لبرج المراقبة أن يكون عندنا غرفة مثل هذه. الغرفة هذه احنا نسميها السيميليتر مانجر روم، وهي غرفة التحكم في نظام أو جهاز التشبيهي الخاص في برج المراقبة. الغرفة هذه تحتوي على ثلاث مواقع حاليا يمكن شايفينها وراي، اللي هي مواقع الطيارين اللي هم يفترض أنهم يكونون طيارين، وذلك لتلقيهم المعلومات من المراقب الجوي في الغرفة أو في الجهاز التشبيهي اللي شفناه للامتثال لأوامر المراقب الجوي، ومن ثم عملية التدريب من خلال الاستماع أو تنفيذ توجيهات المراقب الجوي في جهاز المحاكاة. أيضا تشتمل الغرفة هذه على نظام يساعدنا على
الإعادة لأسماء سماع أصوات المراقبين الجويين ونظام التسجيل، ويستيح لنا أيضا النظام هذا نظام التسجيل لإعادة السيناريو والتدريب والسيناريو والتمرين بشكل كامل، بحيث أن احنا نقدر نقيمه ونشوف إذا في أخطاء نقدر نعدلها في المستقبل. أيضا الغرفة هذه تحتوي على نظام إدارة السيميليتر أو إدارة الجهاز التشبيهي، نقدر نشغل الجهاز التشبيهي من الغرفة هذه، نقدر نطفيه، نقدر نعيد السيناريو أو نعيد التمرين من خلال النظام الموجود في الغرفة هذه. هذه الغرفة غرفة أساسية للجهاز التشبيهي، من غير الغرفة هذه جهاز التشبيهي ما راح نقدر نشغله ولا شيء. مثل ما أنتم شايفين الكوادر الشبابية اللي خلفي هم اللي قاعدين يستمعون إلى التوجيهات اللي جايه من المراقب الجوي في الجهاز التشبيهي وتنفيذها لاجراء التمرين المطلوب. النظام الجديد يتولى تنسيق المراكز الخارجيه ومعلومات الارصاد الجويه والطيران، ويقدم صورا ثلاثيه الابعاد للحركه الجويه والارضيه تمثل المشهد البصري في مطار الكويت الدولي. احنا حاليا في جهاز المحاكاه تابع للملاحه الجويه. طبعا مثل ما تشوفون السيميليتر يحاكي الواقع اللي يعيشه المراقب الجوي في الحقيقه. احنا كوحده تدريب مسؤولين ان نهيئ المراقب الجوي على كيفيه تطبيق الانظمه الاساسيه لمواكبه القواعد الدوليه. مثل ما تشوفون احنا حاليا بالسيميليتر كانه بالحقيقه عندنا مراقب جوي، مراقبين جويين هني، تشوفون وراكم هني المدرج كأنه بالبرج. هذا المدرج يسمونه 3-3 ليفت، وعندنا المدرج هذا يسمونه 3-3 رايت. طبعا عندنا السيميليتر هني، عندنا هالجهاز هذا احنا اللي نقوم بإدخال الطيارات، نحط لنا مثل ما تقولون سيناريو معين. نفرض مثال حالة غير اعتيادية، يعني إذا كان عندنا مثلا طيارة عنده مثلا مريض، فندرب المراقب الجوي شلون يتعامل مع الحالات الطارئة. السيميليتر نقدر نقسمه إلى قسمين، يعني نقدر ندرب مراقبين جويين بنفس الوقت. المراقب الجوي هذا نقدر نقسم الشاشة إنه قاعد يشتغل مع مدرج، ونقدر نحط سيناريو معين. وهني عندنا المراقب الجوي الثاني نقدر نحط تمرين ثاني، ويقدر نقدر ندربه على سيناريو يختلف عن السيناريو الثاني. السيميليتر من مهام السيميليتر احنا كوحده التدريب مثل ما قلت لكم ان احنا مسؤولين على نهيئ فيه المراقب الجوي على اداء عمل على كفاءه المراقب الجوي. المراقب الجوي وظيفه حساسه ما تتحمل اي خطا، فاحنا نعد برامج تدريبيه عشان نضمن فيها كفاءه المراقب الجوي اداء عمله في الحقيقه. بنفس الوقت احنا كوحده التدريب مسؤولين ان نجدد ليسن المراقب الجوي سنويا. المراقب الجوي عنده رخصه خاصه للمراقبه الجويه، حال رخصه الطيار، حال رخصه اللي هي السياره. ولكن اللي
الفرق بينهم انه سنويا لازم نجددها، فالمراقب الجوي كل سنه يدش باختبار عملي ونظري عشان يجدد فيه الليسن ويستمر بالشغل في الحقيقه. وعندنا بعد اللي هو اعاده تاهيل المراقبين الجويين يعني انقطعوا عن العمل، فاحنا هم مسؤولين ان ندخلهم برنامج تدريبي، ندخلهم السيميليتر، ندربهم شلون يردون كفاءتهم ويكملون شغلهم في الـ 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 في على قولتهم الاوبريشن. يحتوي المشروع على نظام يحاكي نفس أنظمة الـ ATM والكوم، حيث سيمكن جهاز نظام المحاكاة 360 درجة من تدريب جميع مراقبي الحركة الجوية في الإدارة العامة للطيران على استغلال أنظمة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، مما يمكنهم من تحسين كفاءتهم المهنية وتعزيز مستوى سلامة الملاحة الجوية بالمطار. تقوم إدارة التخطيط والمتابعة بالإشراف عن المشاريع الملاحية والأرصاد الجوية والبنية بالإضافة إلى البنية التحتية الخاصة بمطار الكويت الدولي. بعد دراسات مكثفة وكون أن المراقبين الجويين هم عبارة عن عصب المطار المسؤولين عن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، من هذا المنطلق وبعد دراسة مكثفة بالتعاون مع المستشار العالمي المختص، جاتنا فكرة إنشاء برج المحاكاة تشبيهي 360 درجة، وهو عبارة عن صورة كاملة للبرج الحالي الأساسي والبرج الأرضي اللي يقوم في تأمين سلامة حركة المسافرين في مطار الكويت في مرحلة الإقلاع والهبوط. تم التعاقد مع الشركة الإسبانية، مدة المشروع عبارة عن 550 يوم تعقبها 4 سنين صيانة وضمان. من العقبات اللي واجهتنا اللي هي تم توقيع العقد خلال فترة كورونا، مما سبب لنا مشكلة في إصدار سمات الدخول الخاصة بالأجانب والبداية في الأعمال في المشروع، خصوصا أنه كانت في جائحة كورونا وكانت نسبة العمالة قليلة وأوقات العمل محددة. احنا كمهندسين ومهندسات إدارة التخطيط والمتابعة دورنا ان نشرف على هذا المشروع من بدايته لنهايته، وطبعا يكون بإشراف مستشارين عالميين مختصين بهذا المجال لحد ما نسلمه حق الاند يوزر اللي هو قطاع الملاحة الجوية. الإشراف يكون طبعا بزيارات متعددة حق المشروع من بدايته، بحيث انه يطلع طاقم منه انه بحيث انه يشيك على الهاردوير والسوفتوير حق المشروع كله، واثناء هذا الشيء يكون في تدريب حق المشروع ولحد ما نسلمه حق قطاع الملاحة، سواء تدريب حق المهندسين والمهندسات او تدريب حق المراقبين الجويين. الهدف من المشروع إنشاء مركز تدريب عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي. الحمد لله لقينا الدعم والتعاون من كافة قطاعات مطار الكويت الدولي لإنشاء هذا المشروع الأحدث من نوعه.
مهمة نظام مركز المحاكاة لبرج المراقبة ثلاثي الأبعاد تتمثل في تعزيز تدريب وحدات تحكم البرج عبر تزويد الوحدات بمعلومات ثلاثية الأبعاد للحركة الجوية والحركة الأرضية من مستشعرات مراقبة الرادار وخطط الطيران. أستاذ عادل، شلون ساهم المشروع في رؤية أو تحقيق رؤية كويت جديدة؟ طبعاً المشاريع هذه لها علاقة بتطوير مستوى الموظفين. مثل ما أنت عارفين، والله الحمد، الحركة الجوية في مطار الكويت وفي المجال الجوي الكويتي بازدياد. المراقب الجوي كل إجراء جديد يدش عليه لابد أن يتدرب عليه قبل أن نطبقه. ففي حال عدم تطبيقه، عدم التدريب عليه قبل التطبيق، راح يظهر مطار الكويت بصورة غير جيدة، وأن المراقبة الجوية غير مهتمة فيها الدولة. فإحنا على سبيل المثال المدرج الثالث ضفناه على نظام جهاز تدريب تشبيه. الحين المراقبة الجوية إن شاء الله راح يجون يتدربون سواء بالمبنى هذا أو المبنى الثاني الخاص بالرادار، راح يتدربون على الإجراءات الجديدة اللي راح نحطها إحنا. كل هذا يظهر الدول اللي عندها مثل الأنظمة هذه بصورة حضارية، بصورة متقدمة، إنهم ناس قاعدين يتعاملون مع المتغيرات بطريقة وبمهنية عالية على مستوى عالمي وبمستوى يليق بسمعة البلد. إذن تطور متسارع يشهده قطاع النقل في البلاد مع تسارع حركة الطيران المدني، بما يتوافق مع توجهات رؤية كويت جديدة 2035.